نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من اليوم الجمعة، ورئيس الدولة يطلع على نتائج الاجتماعات الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية المنعقدة بجد. افتتاح السنة القضائية الجديدة بعد سنة استثنائية بسبب جائحة كورونا، راكمت الملفات وأثرت على سير التقاضي. مع العودة المدرسية مشاغل تتجدد وجهود ومبادرات لتهيئة المؤسسات التربوية وصيانتها من أجل توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والمدرسين. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وبالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرس اللاوي، والمكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من اليوم الجمعة أمام حركة المسافرين، مع تطبيق بروتوكول صحي متفق عليه بين الجانبين. بعد أكثر من شهرين من الإغلاق تفتح حركة المرور في المعابر الحدودية مع ليبيا، وقد قرر رئيس الجمهورية رفع القيود على حركة التنقل بين البلدين وفتح المعابر، مشددا على ضرورة الحرص على الالتزام التام والاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين التونسي والليبي. يأتي هذا القرار بعد جولتين من الاجتماعات بين اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية للنقاش حول البروتوكول الصحي المرافق لفتح المعابر من جديد. وينص البروتوكول الصحي على حرية تنقل المسافرين في الاتجاهين لمن استكمل التلقيح ضد كورونا، مع ضرورة الاستظهار بتحليل PCR سلبي في معابر راس الجير، بن قردان، وذهب وازن بتطاوين، فيما على من لم يستكمل التلقيح البقاء في الحجر الإجباري لمدة 10 أيام في أحد النزل، كما يعفى المرضى المتوجهون للمستشفيات من هذه الإجراءات. وقد شدد رئيس الجمهورية على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين، وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية. ومن المنتظر أن يتم التنسيق بين الجانبين التونسي والليبي لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا. وخلال هذا اللقاء أيضا استمع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تقرير حول نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى جزيرة جربة للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات لاحتضان تونس القمة الفرنكوفونية. وأكد رئيس الدولة ضرورة توفير أفضل الظروف لحسن تنظيم هذا الحدث. بعد سنة قضائية كانت استثنائية بكل المقاييس بسبب جائحة كورونا التي جمدت ولأشهر عمل الدوائر القضائية، بالإضافة إلى إضراب القضاة الذي وصف بالأطول في تاريخ المحاكم، افتتحت اليوم السنة القضائية الجديدة، عودة قضائية يبدو أنها لن تكون كسابقتها في ظل تراكمات كبيرة في الملفات. يقول المتقاضون والمحامون إنها أدت في بعض الأحيان إلى ضياع الحقوق نتيجة التأخير والتعطيل. عندنا أكثر من العام معطلين، ما غير شهري ما غير حد شيء، عائلات فهمتني ولا صار فيهم والتوا ما عملوا شيء في القضية نتاعنا، فما أحكام صارت من الأول هاو استئناف هاو درا شنو عام والعباد ما غير شهري. تعرف أنت الظروف نتاع توا كيفاش الدنيا غالية وكيفاش، ماذا بينا كان يتحركوا شوية. الإشكال في كم الهائل من الملفات، معناها الكم نتاع الملفات يفوق عدد القضاة، عندنا 2000 قاضي وعندنا ما ينام معناها ألف الملفات اللي تتجاوز العدد نتاع القضاة. هي تو الحركة القضائية صارت، لكن يعني الإفكتيف هذاك هو الموجود، لابد من التفكير في عقد أكثر من جلسة في الأسبوع، تقوية فرق العمل لمحاولة التدارك والرجوع للنسق العادي نتاع الجلسات، لأنه اليوم مش معقول وأنه دائرة تدخل ب 700 و800 دوسي، يعني هذه إغراق، وهذا ديما على حساب الكاليتي وعلى حساب حقوق الناس، لأنه في الأخر القاضي راهو إنسان وعنده مجهود وعنده طاقة محدودة. من جهته اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي أن الحركة القضائية لهذه السنة أخذت بعين الاعتبار جميع هذه الإشكاليات من خلال دعم عديد المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي، وذلك طبقا لقائمة الشغورات المعلن عنها. المحكمة تدوي تونس تم دعمها تقريبا ب 18 قاضي، المحكمة تدوي كذلك بأريانا ب 14 قاضي، محكمة بن عروس كذلك 11 قاضي،
وكافة تقريبا المحاكم الابتدائية في كافة محاكم الجمهورية كانت قد استفادت من هذا الدعم، خاصة بعد انتداب تقريبا 244 قاضي جديد. أعتقد أن المجلس قد نجح في هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تاع المجلس كان هو إنهاء العمل بآلية التكليف، وقد نجح فيه أيضا المجلس. أيضا دعمنا محاكم النواحي تبقى قائمة الشغرات المعلنة عنها، بقيت لدينا ثغرة وحيدة في مستوى محكمة المقنين وقد تجاوزناها في إطار قبل الحركة القضائية في الأسبوع الفارط. وبخصوص الملفات المتراكمة والعالقة منذ سنوات، اعتبر الملكي أن المنظومة القضائية أصبحت غير قادرة على مجابهة الرصيد الكبير من النزاعات التي يجب أن تفض خارج إطار القضاء. برغم الفصل الكبير عند القضاء التونسي، تقريبا نسبة الفصل نسبة مرتفعة ومرتفعة جدا، ولكن هناك كذلك ملفات متراكمة كما قلت لك. يجب إصلاح المنظومة القضائية في العمق باش ما عادش نلقاو هالكم هذايا. هناك كما قلت لك سابقا عديد النزاعات يجب أن تفض خارج إطار القضاء، إما بالوسائل البديلة التقاضي. اليوم يجب أن نفكر في تفعيل وسائل بديلة التقاضي كما حصل في العديد من القوانين المقررة الأخرى. ووسط الجدل الذي رافق افتتاح السنة القضائية الجديدة دون رئيس أول لمحكمة التعقيب على هرم الوظائف القضائية في البلاد، يعقد المجلس الأعلى للقضاء غدا جلسة عامة للمصادقة على الرئيس الأول الجديد منصف الكشو المرشح من طرف مجلس القضاء العدلي. طبعا كان هذا الربورتاج يعنى بالشان القضائي، ولكن الآن نتحدث في الشان التربوي. ظروف والعودة المدرسية مثلت محور المقابلة التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية فتحي السلاوتي. وقد قرر رئيس الجمهورية إنشاء لجنة تتركب من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، التي خصصت مبلغ 50 مليون دينار لمد يد العون للتلاميذ المعوزين والقيام بالأشغال المستعجلة المتعلقة بعدد من المدارس والمعاهد التي ما تزال تشكو عديد النقائص ولا تتوفر فيها ظروف الدنيا للدراسة. وشدد رئيس الدولة على ضرورة العمل في إطار الشفافية الكاملة والتصدي لكل محاولات الابتزاز أو السطو على أي مليم من المبلغ المرصود. وكنا في نشرة الثامنة للأخبار استضفنا وزير التربية فتحي السلاوتي الذي تحدث عن العودة المدرسية دون نظام الأفواج حفاظا على مستوى التدريس مع تطبيق الإجراءات الصحية للتوقي من فيروس كورونا. كما أشار وزير التربية إلى مسائل صيانة المؤسسات التربوية ونقص التجهيزات، إضافة إلى تطبيق الاتفاقية الخاصة بالأساتذة النواب. إجمالا العودة المدرسية كانت ناجحة. بالنسبة للتحدي الكبير اللي هو الماء، كما تعرف توفر الماء باستمرار في المؤسسات التربوية، هذه أولوية الأولويات خاصة في ظل وضع وبائي متطور. اللي وصلنا له اليوم بعد ما كنا 471 مؤسسة عمناول كانت تشهد اضطرابات في التزود بالماء صالح للشراب، اليوم عندنا 260 مؤسسة تحلت مشكلتها. الباقي إن شاء الله من هنا حتى الجانفي أقصى تقدير باش تتحل الإشكال بصفة جذرية. البنية التحتية صحيح هو تراكم تعصار منذ سنوات، لكن لابد من الإشارة أنه ثم إنجازات حلوة برشا عملتها وزارة التربية، عملها المجتمع المدني، عملوها رجال الأعمال مشكورين لكلهم. كما اللي كنا نشوف كما فيها كنا نتابع مش هذيك بركة، وثم عشرات في مختلف المناطق، لكن التحديات ما زالت كبيرة خاطر حصيل التراكمات حصلت مدة عقود. تعرفوا احنا كل عام مضطرين أن نلجأ للأساتذة النواب، ونحب نشكرهم برشا لأنهم يقدموا خدمات جليلة للمنظومة التربوية، وكل عام ندمجوا جزء منهم حسب اتفاقية حصلت من عام 2020 بين وزارة المالية ووزارة التربية. نحن بصدد تطبيق الاتفاقية هذه، وأنا نحب نأكد أنه الوزارة عند تعهداتها وسنطبق إن شاء الله الاتفاقية رغم الظروف المالية الصعيبة برشا برشا. ثم جانب ثاني هو خلاص النواب، بالتأكيد أنه عندنا اليوم ثم شكون عنده عام ما خلصش، وهذا ما هوش معقول بكل. احنا وضعنا آلية باش نخلصوهم، الباقي اللي مازالوا ثم العديد خلصوا، الباقي اللي مازالوا باش يخلصوا ان شاء الله في اقرب وقت. وضعنا آلية باش من سنة بحول الله ما يقعش تأخير في خلاص الناس هذوما.
بيتزامن مع العودة المدرسية عبر عدد من التلاميذ والأولياء بمدينة بوحجرن من ولاية المنستير عن استبشارهم بالتهيئة الشاملة لمختلف قاعات التدريس والتي من شأنها أن ترغبهم في طلب العلم ومزيد البذل والعطاء. تدخلات منها عدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية بجهة المنستير. قاعة إعلامية جديدة مجهزة ب16 حاسوبا وست قاعات أعيدت تهيئتها ومرافق صحية لائقة تم إنجازها مؤخرا بمدرسة المختار الحجري بمدينة بوحجر، وذلك بتمويل قدره نصف مليار من المليمات تبرع به رجل أعمال من أبناء المدينة. إنجاز أدخل البهجة في نفوس التلاميذ والأولياء والأسرة التربوية. المدرسة ولات في أبهى حلة مزيانة على الأخر، لي زورديناتور لي بيغو كل شيء تغير فيها القاعة، ولا فيها دي كاميرا معناتها حتى الأضواء وكل شيء تغير فيها الشباب كل شيء. كل عام يحسنوا أكثر وسنين مصلي على النبي، معناتها ما شاء الله برشة تغيرات، أقسام جدد، بيبان جدد، في السيار كانت لا علاقة ولات معناتها في السيار تليق بالذريات الصغار، على الأقسام تقريبا من أعلى وأجمل طراز، معناها التلميذ يحس بالراحة، يحسها التهوئة، زاد جمال المنظر شره التلميذ باش يقرأ، وزاد مريحة، ونجم أقول كان الله نصلي عنبي. وابن مربي فاضل اتبرع لنا بمبلغ هام عاود به تجهيز قاعة الإعلامية بحواسيبها بطاويلاتها بكراسيها الفاخرة بالأضواء بكل مهما شيء، وزاد صانلنا ست قاعات وعنا بنا قاعة جديدة استادوا منها أكثر من 655 تلميذ. حتى عنا أقسام شاغرة نجمو نستغلها في نوادي، نجمو نستغلها في مطالعة، قبل ما كناش نتمتعوا بالشيء ذا، ونقص علينا زاد الاكتظاظ بالطبيعة. ولم تقتصر التبرعات على هذه المؤسسة التربوية فحسب، بل شملت عدة مدارس وأعداديات بمدينتي صيادة وقصرالال من ولاية المنستير. المؤسسة هذه تضم 800 تقريبا و 90 تلميذ، وهما حاليا منتفعين بها القاعة هذه المكسب اللي دخلت مؤسسة اقتصادية تابعة في النسيج وقامت بإعادة تهيئة للقاعة وبنات كذلك فيستيارات للتلامذة بما يقدر تقريبا 600 مليون، ونحن في انتظار الأشغال المزمع القيام بها وهي أشغال تهيئة شاملة على وزارة التربية، تقريبا كلفة الأشغال تقريبا في حدود 800 مليون. بالنسبة لتدخلات وزارة التربية ولاية المنستير شملت تدخلات 21 مؤسسة انتهت بها الأشغال، وما زالت معناها 10 مؤسسات 10 مشاريع متواصلة، وثمانية ستنطلق بها الأشغال قريبا. إلى جانب المجهود اللي تقوم به الدولة سجلنا دعم وجهد موصول من رجال الأعمال ومن الأطراف من المدخلة المجتمع المدني في تهيئة وصيانة ويعني تدخل في أكثر من 30 مؤسسة. وتمثل هذه المبادرات الخاصة عملا مواطنيا خيرا وبرا يفيد البلاد والعباد على مر الأجيال. دوليا الآن أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة في قصر الاتحادية، أكد خلاله أهمية تنظيم الانتخابات الليبية القادمة في موعدها باعتبارها تمثل احتراما وتفعيلا لإرادة الشعب على حد قوله. هذا الاجتماع يعقب لقاء جمع السيسي منذ يومين برئيس مجلس نواب الشعب الليبي عقيل صالح وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، وهو تواصل لوساطة مصرية بحسب مصادر مطلعة قصد نقل وجهات نظر كل من عقيل صالح وخليفة حفتر إلى دبيبة لتجاوز الخلافات ولما لا لبرمجة لقاء بين الفرقاء الثلاثة. حث مجلس الأمن الدولي مصر وأثيوبيا والسودان على استئناف محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم في إطار زمني معقول بشأن تشغيل سد النهضة على النيل الأزرق في أثيوبيا. ودعا مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في بيان رسمي نال الموافقة بالإجماع الدول الثلاث إلى المضي قدما في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بناءة تقوم على التعاون. وفي أخبار الرياضة، تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم 3 مراكز في الترتيب العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحل في المرتبة 25 عالميا والأولى عربيا والثانية إفريقيا، متقدما على منتخبات الجزائر والمغرب ونيجيريا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين.
إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من اليوم الجمعة. ورئيس الدولة يطلع على نتائج الاجتماعات الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية المنعقدة بجربة. افتتاح السنة القضائية الجديدة بعد سنة استثنائية بسبب جائحة كورونا راكمت الملفات وأثرت على سير التقاضي. مع العودة المدرسية مشاغل تتجدد وجهود ومبادرات لتهيئة المؤسسات التربوية وصيانتها من أجل توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والمدرسين. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.